السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ورد وزعفران مع فاطمة. وشهوة جديدة اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم محبوبة يعني الصغار والكبار معقودة بطريقة اللي كتجي بنينة بزاف، معلكة من الداخل، كتجي مقرمشة من برا ومشارباش نهائيا الزيت. فما نطولش عليكم بزاف، ندوزو إن شاء الله نشوفوا المقادير طريقة التحضير. فبسم الله غادي نبداو بالمقادير. هنا عندي تقريبا 1 كيلو ديال البطاطا. بالنسبة للبطاطا سواء البطاطا البيضاء او الحمراء، المهم انها تكون بطاطا لنوعية جيدة، تكون مرملة باش مني نعسوها تجينا يعني العجينة ديالها مزيانة. غادي ناخذ البطاطا ونديروها تسلق، ما غاديش نقشرها نهائيا، غنسلقوها بالقشور ديالها غير هي، يعني عطيوها الوقت الكافي الكافي بزاف باش تسلق، ما تزربوش عليها نهائيا، ما خصهاش تبقى نهائيا خضراء من الداخل، عطيوها وقت كافي. من بعد ما كتسلق مزيان كنقشروها وهي ساخنه، ما كنبردوهاش نهائيا، وكنمعسوها مباشره ملي كنحيدوا ليها القشره ديالها باش يعني تساعدنا انها تمعس لينا مزيان. الا خليتوها حتى بردت كتقصاح، وإلا معستوها وهي قاصحة ما داش تعطيكم نتيجة مزيانة. فنمعسوها ضروري تكون ساخنة جدا. وهنا أنا يا كيف كتشوفوا معايا أنا كنعاود ندير الفرشيط باش نتأكد أنها تمعست مزيان وما بقاتش لي يعني ما بقاش فيها الداخل كويرات باش تجيني منساجمة، ويجو دوك الكويرات مني نكوروهم ما يتحلوش لينا ويتفرتو في القليان. صافي، من بعد مني كان بعد ما كنمعسوها مزيان، هنايا غادي نديرو ليها التوابل. غادي نديرو شويه ديال الملح، الملح حسب الذوق طبيعه الحال، وغادي ندير كذلك شويه ديال الفلفل الاحمر اولا بابريكا، واحد جهد نصف معلقه بالنسبه للكميه ديال البطاطا اللي عندي انا. هنا هاد الكميه ديال كيلو راه كتعطي يعني كتعطي كميه كثيره ديال المعقوده. بعد كنضيف بعد الملح الفلفل الاحمر كنضيف شويه ديال الكمون تقريبا واحد نصف معلقه، وضروري من الهريسه اولا الحار في هاد الوصفه هادي. انا ما كنديرش الابزار ولا الفلفل الاسود، كندير الهريسه، وكتبقى الهريسه على حسب الذوق. وكذلك الثومه، واحد 4 الفصوص كبار ديال الثومه، كتبغي الثومه زايده، والمعدنوس مقطع تقريبا جهد واحد 2 معالق حتى 3 المعالق كبار ديال المعدنوس مقطع رقيق، وكندير تقريبا جهد واحد 2 معالق كبار ديال لاشابلوغ. هاد لاشابلوغ كتخليها تجي بنينه وفي نفس الوقت كتعطيها واحد القوام اللي يعني ملي كتكونوا تاكلوها كتحسوا بديك لاشابلوغ لداخل، كتجي بنينه. غادي نضيف معلقه ديال زيت الزيتون، يعني غير شويه ديال زيت الزيتون باش القوام ديالها يكون املس ويكون تجيني مجموعه مزيان. انا ما كنديرش فيها هنا البيض. غادي نعجن هاد المعقوده مزيان، هاد البطاطا مزيان، ملي تعجنوها وتندمج لكم التوابل وهاد المكونات مع البطاطا ذوقوها باش تذوقوا يعني الطعم ديال الملح والحار كذلك، باش الا بغيتوا تزيدوا مثلا الملح اولا الحار. صافي، انا غادي نخليها تشرب، نغطيها ونخليها تشرب هاد المقادير على ما وجدت العناصر الاخرى. هنا عندي غادي نوجد العجين ديال القلي. هنا درت 2 كيسان ديال الدقيق الابيض اللي مغربل، وغادي نزيد عليه بطبيعه الحال واحد شويه ديال لاشابلوغ تقريبا واحد 4 المعالق حتى يعني نصف كاس تقريبا ديال لاشابلوغ باش كيعطينا في القلي ديك القرمشه، وكتجي رائعه بزاف هاد لاشابلوغ الا ضفتوها الدقيق. ما كنديرش الخميره ديال الخبز وكنخليها كتخمر، كندير فقط خميره الحلويات. غادي ندير كيس واحد ديال خميره الحلوى، وغادي ندير الملح حسب الذوق باش ما يجينيش هاد العجين مسوس. غادي نضيف كذلك واحد شويه تقريبا 4 معالق ديال الفلفل الاحمر
باش غير يعطيني داك اللون ما تجيش بيضه. وغادي ندير نصف ملعقه ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي، كينسم الطحين وفي نفس الوقت كيعطيني اللون الذهبي. غادي نخلط الطحين مع هاد المكونات حتى تندمج مزيان. انا هنا غير بدلت يعني الزليفه اللي كنخلط فيها حيت جاتني صغيره بزاف. بالنسبه للخليط القوام ديالو الا كنتو يعني اول مره مثلا غادي تصيبوا هذا الخليط هذا وما عرفتوش القوام ديالو كيفاش خصو يكون، غادي تبقاو تزيدوا الماء غير بشويه بشويه وانتم كتحركوا. هو القوام ديالو كيجي تقريبا قريب للقوام ديال الكيك، يعني منك بحال ملي كنخلطوا الكيكه كيجي تقريبا القوام ديالو بحال هكاك. فإلا كنتو يعني مبتدئين وما عرفتوش غادي تجربوا يعني تقليو وحده وغادي تشوفوها كيفاش غادي تجيكم. كيف غادي نديرها انا هنايا، غادي نتعمد انني نخلي الخليط شويه ثقيل كيف كتشوفوا معايا هنا. هنا راه مازال خصو تقريبا واحد جوج معالقات ديال الماء. نتعمدت نخليه هنا ثقيل باش نوريكم في القلي كيفاش غادي كيفاش غيجي، وتنتوما غادي تجربوا بهذه الطريقه هذه. بعد ما غادي نخلطو مزيان غادي نخليه على جنب واحد الخمسة ديال الدقائق بلا ما وجدت يعني المقلات وجدت فيها الزيت وكورت كذلك البطاطا اللي عندي. هنا غادي ناخذ البطاطا وغادي نبدا كنكور فيها. كيف كتشوفوا معايا هنا ملي كتكوروها وما كتشققش لكم كتعرفوا راه ان القوام ديالها مزيان وانها معوسه مزيان. الكويرات كتبقى الحجم ديالهم على حسب نتوما واش بغيتوا الخبيزات يكونوا كبار اولا صغار. كوروها كامله وحطوها باش في القليان ما تغلبكمش وتجيكم سهله. صافي انا غادي نبقى حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للزيت، الزيت كان يعني كنديروه على عافيه متوسطه وكنخليوه حتى كيسخن مزيان مزيان مزيان. كنقلبوه بواحد شويه ديال العجينه كنديروها في المقلات الا طلعت بسرعه كنعرفوا بان الزيت راه واجد القلي ما تكونش نهائيا الحراره او العافيه مرتفعه باش ما يتشوطش لينا داك العجينه وتجينا العجينه من الداخل يعني بق مازال خضراء. هنا غادي ندير واحد جوج حتى لثلاثه ديال الخبيزات، غادي غير نوريه لكم بهذا القوام ديال الطحين هذا اللي خليته واحد شويه ثقيل. كنقرصوا الكويرات وكنحاولوا اننا نقادوهم ما كنديرهمش رقاق بزاف بزاف باش منين نجيو نهزوهم ما يتهرسوش لينا. نخليهم واحد شويه يعني كيف كتشوفوا معايا هنا شويه شادين فراسهم. كنغطسوها في الخليط وكنحاولوا اننا نتخلصوا من داك الزائد ديال الطحين. كيف كتشوفوا معايا هنا الطحين راه شويه ثقيل. صافي وكنحطوا في المقلات. وهنا غادي يبان لكم بانها ملي غتبدا تقلى غادا تكون واحد بحال القشره شويه غليظه. الا تكونت لكم قشره غليظه بزاف وكت يعني كتشقق عرفوا بان العجينه خاصه واحد معلقه حتى لجوج معالقات ديال الماء. نتمنى ان يكون هنا كيبان لكم واضح ملي غادي نقلبها تبان لكم بان القشره ديالها غليظه بزاف. فكيف قلت لكم هذا قوام خصو واحد شويه ديال الماء. هذا غير فقط بالنسبه يعني الناس المبتدئين لاول مره غادي يصيبوا هذا الخليط هذا. غادي نزيد يعني بجوج معالقات وغادي نخلط مزيان مزيان نعاود نخلطه. وكيف كيبان لكم هذا هو القوام يعني الممتاز باش انكم تقليو فيه هاد المعقوده ديالكم. وغادي تلاحظوا الفرق مني كنهز هذوك الخبيزات كيكون القوام هو هذاك. صافي كنهزو وكنبداو نقليو. الا حطيتوا الخبيزات في الزيت وبان لكم انهم تحلوا اولا تفرتوا لكم عرفوا بان القوام ديال الخليط ديالكم جاري بزاف. فغادي نزيدوه واحد شويه ديال الطحين هذا في حاله الا حطيتوها وتفرتت عرفوا بان القوام جاري. صافي كنبقاو نقليوها عطيوها يعني الخاطر مزيان في القليان ما تجهدوش عليها البوطه. الزيت يكون سخون بزاف
راه كتاخد تقريبا حتى ل 15 دقيقه في القلي باش ما تجيش ديك العجينه معجنه، خاصها تجينا يعني مقرمشه. صافي انايا غادي نكمل بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا معايا، وكنعطيها الوقت الكافي حتى كتاخد هاد اللون الذهبي اللي كيبان لكم هنايا في يعني في الفيديو. كناخذ واحد الطبسيل اللي حطيت فيه ورق نشاف، وكنبدا نهز وكنحط في الورق النشاف باش نتخلص من يعني داك الزيت اللي كيكون يعني باش تنشف لينا. صافي انا غادي نستمر بهاد الطريقه هذه كيف كتبان لكم، راها مقرمشه يعني لاباط ديالها من برا مقرمشه، كتجي رائعه بزاف، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انكم تجربوها، غادي يعني اكيد غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل، ما تنسونيش من التعاليق ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف، وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه. مع السلامه.